سويت الحمية الغذائية مسلوقة، هذه منعتها تماما. البهارات ما في نهائيا، لا بهارات ولا بسباس ولا أي شيء. كنت أداوم على العسل البلدي مع قشر الرمان اللي هو القشر الناشف هذا، مع الثوم البلدي الصغار هذا اللي تحسه صغير يعني. هذا ما أنت لما تجي تنام ما تنامش يعني كذا تخلي ظهرك سادح، لا خليها نص نص، كأنك كيف أقول لك يعني هذا الطريقة، خلي جسمك هكذا بهذا الطريقة، لا أنت سادح ولا أنك جالس، نص جلسة. فاهمين يا جماعة؟ شرب ماء زمزم طبعا هذا شيء أساسي. تأكل ما تأكلش الوجبة وتشبع، لا لما قدك شوية قدك عاد تشبع، لا خلاص عاد تأكلش، خلاص وقف. آخر شيء اللي هو أول حاجة اللي هو المهم، سورة البقرة لمدة 3 شهور يا جماعة، تصبر وتتحمل لمدة 3 شهور. عليكم بعصير الرمان، عصير الرمان. أنا داومت على عصير الرمان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قعدت فترة طويلة وأنا أشرب عصير الرمان اللي هو طازج. أول شيء لذيذ، وثاني شيء بيريح المعدة. البيض هذا عدو المعدة، البيض عدو المعدة، انتبهوا وخروا من البيض. خليكم مبدئيا على الرز والبطاط بس، العلاج الروحي والعلاج بالأعشاب والعلاج بالمستحضرات الطبية. مش هذا الأشياء كتخصص أو إني دكتورة أو لا، كتجربة. تختلف آلام المعدة من شخص لشخص. المهم في نقطة مهمة، إنك لما تجي تتبع يعني